وقدموا إليه واستنيروا فلا تنسوا.
سعادة سفيرة قبرص الأستاذة كريستين رافتي، سعادة قائم مقام المتن أستاذة مارلين حداد، قدس الآباء الأجلاء، أيها الأصدقاء والأهل والأحباء، أمسيتنا المرتلة مع جوقة أبرشية جبل لبنان سام School of Ecclesiastic Music في مثل هذا الموعد باتت تقليداً سنوياً، تجتمع فيه الوجوه، تنشد الحناجر، تفرح الآذان بارتفاع القلوب إلى فوق، إلى حيث النور الذي لا يغرب والتسابيح التي لا تنقطع. أيها الأحباء، الرحلة مع مدرسة الموسيقى البيزنطية بدأت منذ العام 1996، حيث استحدثت المناهج الجديدة لتعليم الموسيقى الكنسية وإعداد المرتلين لخدمة الرعاية. وبعون الله والتزام الشبان والشابات، انبثقت عن المدرسة جوقة أبرشية جبل لبنان التي أصبحت اليوم من الجوقات الأرثوذكسية المعروفة عالمياً، وقد أحيت أمسيات عديدة في دول الجوار، وهي تستضيف منذ العام 2012 مرتلين كبار من اليونان لتبادل الخبرات اليونانية والأنطاكية، والأهم لإبراز امتداد الكنيسة عبر الأجيال والعالم من خلال لغة جامعة واحدة هي لغة التسبيح واللحن والترنيم، والتي هي لغة الملائكة. فالأرثوذكسي الروماني أو اليوناني أو الأنطاكي متى ما سمع لحناً يعرفه يمكنه أن يصلي الكلمات بلغته الأم. من هنا بدأنا الرحلة باستضافتنا في الجوقة لمرتلين يتبعون أنماطاً متنوعة من الترتيل، فكانت البداية مع المرتل الأول الأستاذ تالياديروس، عميد المرتلين وشيخهم في اليونان الذي يمثل التقليد في الترتيل البيزنطي، مروراً بفناراس تلميذه الذي يمثل جيل الشباب، إلى النمط الأكثر حداثةً مع كيكاس، ثم أستاذه البروتوبسالتي فاسيليكوس وأثناسيوس بايفاناس، وصولاً لقدس الأرشمندريت نيكوديموس كابارنوس، والنمط الأكثر تحرراً والموجود معنا الليلة. إننا في مدرسة الموسيقى البيزنطية في جبل لبنان نرى في التنوع في كنيستنا مصدراً للغنى وليس للتجاذب، فهذا الغنى يخدم رسالتنا البشارية التي هي رسالة انفتاح على الآخر وإيجابية وتعلم من خبرات الآخرين. مع الوقت أينعت المدرسة وأفرعت، وكزهر الحقل كذلك أزهرت مرتلين وجوقات رعاية محترفة. ثم أن كان البدء بالعمل في إذاعة صوت النعمة لإيصال التراتيل والصلوات اليومية وتعاليم الآباء إلى المؤمنين كافة في بيوتهم أو على فراش أمراضهم على كافة الأراضي اللبنانية، كما أيضاً على تطبيق إلكتروني يوصل صوت البشارة الأرثوذكسية إلى العالم كله عبر شبكة الإنترنت. وكانت أيضاً المجموعة البيزنطية التي تهدف إلى تكوين مكتبة سمعية بصرية بيزنطية تكون أساساً لأي عمل بيزنطي. وأخيراً وليس آخراً، نشأت فرقة الكيثارة الأنطاكية التي تعنى بنشر التراث غير الليتورجي لكنيستنا الأرثوذكسية المشرقية خدمة للبشارة وإيصال الكلمة أيضاً. قدس الأرشمندريت نيكوديموس كابارنوس الموجود معنا الليلة هو حالة أرثوذكسية استثنائية، يتمتع بموهبة الصوت الرخيم، وقد تميز في العالم الأرثوذكسي كأحد أهم المرتلين وأساتذة الموسيقى البيزنطية. هو خريج جامعة أثينا في اللاهوت ومتخصص في تقنية الصوت والآلات الموسيقية، له أيضاً شهادة في الإخراج التلفزيوني والسينمائي وهندسة الصوت، وشهادة في الترتيل البيزنطي والموسيقى حاز عليهما بدرجة ممتاز. تتألف جوقته بمعظمها من تلاميذه، وهو يزور لبنان للمرة الأولى. أهلا وسهلا.
قبل الانتقال على نغمات الموسيقى النابعة من الحناجر المرنمة تمجيداً لمبدع البرايا وتسبيحاً للفائقة القداسة، نرجو منكم إطفاء الهواتف والامتناع عن تصوير الفيديو، لأن هذه الأمسية ستبث عبر الـMTV مشكورة لمواكبتها نشاطاتنا وعبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة bsamlebanon.org. قم يا الله، Arise, O Lord، أمسية مرتلة تؤديها جوقة أبرشية جبل لبنان سام بقيادة الأستاذ روي سهاكيان. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée de chant liturgique byzantin avec notre chorale SEM. Εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου προσε ο Θεός, διότι φως τα προσταγματά σου επί της γης. Λείψετε λαόν απέδευτον και νυν πυρ τους υπεναντίους έδετε. Amen.
Ότι με θυμώνω
Hey.
Πως νεκρό πρέπει